السلام عليكم. الكورس بتاعنا هيبقى ديزاين ستيل بريدجز. المحاضرة الأولى بندي انترودكشن للكباري، فممكن لو احنا قسمنا الكباري هنقسمها ممكن تبقى الكباري كباري مشاة أو كباري طرق أو كباري سكة حديد أو كباري شايلة مواسير بايبلاينز، او ممكن تبقى الكوبري شايل سيور جوه مصنع بيلت كونفير، او ممكن يبقى الكوبري بيجمع كذا حاجه. يبقى كوبري ممكن يبقى يمشي عليه سكه حديد، كوبري ماشي عليه قطر وعربيات في نفس الوقت، وطبعا ممكن يبقى فيه ارصفه للمشاه. يبقى ديت انواع الكباري. يعني لو وصلنا هنا للصوره ديت، ده هنا في الحته دي هنا في اسكندريه، ده كوبري 14 مايو، وده كوبري، ده كوبري طرق، وده كوبري مشاه جنبه، ده كوبري مشاه، ده كوبري اللي قدام مدرسه نبويه موسى في شارع ابو قير جنب كليه الهندسه، ده صوره ليه قبل وقت الانشاء، وده برضو صوره كوبري مشاه موجود عندنا. يبقى احنا بنعمل احيانا كتيره كباري مشاه، تبقى الكباري المشاه ديت كباري ستيل، سواء بقى السلم بتاعها خرسانه، سلم كهرباء، سلم ستيل، زي ما يكون. كباري الطرق ممكن يبقى الكوبري طبعا الفلور بتاعه يبقى الارضيه بتاعته بلاط خرسانه، والكمر بتاعه ستيل او الفريمز اللي شايلاه خرسانه او ستيل، انما هو كوبري بيمشي عليه كباري الطرق دي كوبري بيمشي عليه سيارات. وبعد كده في كباري السكه الحديد كوبري بيمشي عليه قطرة، وممكن يبقى كوبري في طرق عليه عربيات وعليه قطر سكة حديد برضو في نفس الوقت. كباري المواسير بيبقى عندي مواسير معدية، ممكن مجرى مائي، معدية طريق، معدية أي منشآت أو أي حاجة، أي عائق، فبضطر أعمل كوبري يشيل المواسير ديت. بايبلاين بريدجز، او ممكن نعمل بايبراكس حوامل مواسير، ده لو جوه مصنع او حاجه ممكن نعمل استراكشر يشيل بس يشيل مواسير. بعد كده ممكن يبقى فيه البيلت كونفير، يبقى عندي مثلا جوه مصنع عايز انقل بضاعه مثلا اسمنت او اي خام او كده من مكان لمكان، فممكن يمشي على السيور، فدي سيور السير ده بيحط عليه الخامة نفسها أو الماتيريال نفسه، بيتنقل من مكان لمكان، فالسير نفسه ده محتاج الاستراكشر سيستم يشيله اللي هو بنسميه بيلت كونفير بريدج. وطبعا آخر حاجة في الكباري من حيث الاستخدام اللي هي الكومبايند بريدج، يعني كوبري ممكن يبقى فيه كوبري عليه زي ما قلت عربيات وعليه قطر في نفس الوقت أو أي مجموعة من الحاجات دي. هنبدأ نشوف بقى كوبري بسيط خالص، كوبري طرق، نشوف العناصر بتاعته ايه هي. انا عندي على فرض عندي مجرى مائي، ده الشكل القطاع بتاع المجرى المائي، عايز اعمل عليه كوبري يعدي عربيات من هنا لهنا خلال المجرى المائي. وانا بعمل كوبري غالبا يا اما هيكون بيعدي مجرى مائي او بيعدي تقاطع طريقين، في طريق تحت عربيات ماشيه في الاتجاه وعندي تقاطع عربيات ماشيه في اتجاه تاني، فببدا اعمل كوبري ايه، كوبري علوي ياخد الايه، ياخد التقاطع ده. فانا هنا هعمل هنا ده اباتمنت كده هنا، وهنا في اباتمنت تاني، سواء بقى على خوازيق او حسب نوع الاساسات. وبعد كده بعمل الكوبري هنا كده اهوت، ادي الكمر بتاع الكوبري، شكل القطاع الكروس سكشن بتاع الكوبري ده شكله عامل كده، ديت كمره رئيسيه وديت كمره تانيه رئيسيه. الكمره الرئيسيه هي كده هنا، ده شكلها، ده السبان راكزه هنا وراكزه هنا بالمسافه من النقطه دي للنقطة دي، هو ده السبان بتاع البريدج. وديت قلت من جردر ومن جردر، وجيت فوقهم عملت بلاطة خرسانة، وهنا الرود ويتس من هنا لغاية هنا ده الرود ويتس، وده اللي هو الرصيف، وده الرصيف السايد ووك، وده السايد ووك. وبعد كده العربيات بتقدر تمشي من هنا لغاية ايه، لغاية هنا. لو بصيت في البلان الكوبري ده، ادي من جردر اهيت كده، هنا دي ركيزه ليها بيرنج، ودي ركيزه ثانيه، ودي المين جردر، ودي مين جردر ثانيه، دي شكلها لها ركيزه هنا وركيزه هنا. من هنا لهنا هو البريدج سبان، وده البريدج ويتس بتاعنا.
الكوبري ده كوبري بسيط قوي، عبارة عن كمرتين بس رئيسيتين، التو مين جيردرز وفوقهم بلاطة خرسانة. طبعا ده مناسب لو بعمل بقى كوبري صغير قوي على مصرف مثلا او حاجة، والزبان بتاعه صغير وعرضه صغير. ليه هنا؟ لان في الحالة دي انت البلاطة الخرسانة اللي عندك دي، البلاطة الخرسانة بقى بتحط فوقها اسفلت بيفمنت، وبتعمل رصيف ممكن تحط عليه بلاط او اسفلت او اي طريقه تشطيب، وفي هاندريل وهاندريل. البلاطه هنا في الحاله دي الديزاين بتاعها هيبقى وان واي سلاب، الزبان بتاعها من هنا لهنا، اللي هو تقسيط المين جيردر. فلو عرض الكوبري ده كبير هيبقى السيستم ده مش مناسب، لان سمك البلاطه هيزيد قوي، وبالتالي الاحمال هتزيد على الكوبري، ويبقى حاجه مش مناسبه لاختيار السيستم ده. يبقى السيستم ده بس حاجه كده مبدئيه تعليميه بقول لك، بس ادي شكل ايه، شكل كوبري في ابسط صور. طب في حاجه زي كده الدبس بتاع المين جيردر هتاخده قد ايه؟ الدبس بتاع المين جيردر بناخده تقريبا الاسبان على من 15 ل 20، يعني الاسبان بتاع المين جيردر اللي هي من هنا لغايه هنا تقسمه على 15 او 20، يبقى ده الدبس اللي عندك، والدبس ده شامل البلاطه. غالبا في حاجه زي كده لما يبقى في عندي كاميرا ستيل وكاميرا كبيره اللي هي المين جيردر بتاعت الكوبري وفوقها بلاطه خرسانه، فانا بعمل باجي على التوب فلانج بتاعت الكاميرا الستيل، بحط شير كونكتورز، ممكن مسامير الحمها فيها او زوايا حديد او اي حاجه الحمها في الكاميرا الستيل، بحيث لما اصب الخرسانه الخرسانه تعشق مع الكاميرا الستيل ويخشوا مع بعض يشتغلوا مع بعض. في الحاله دي بنسمي ده كومبوزيت سيكشنز، يعني وانا بعمل ديزاين للمين جيردر او الكاميرا الستيل هستفاد بوجود البلاطه في ان انا اوفر شويه في قطاع الكاميرا الستيل. واحنا هناخد في الكورس بتاعنا السنه دي ازاي نعمل ديزاين للايه، للكومبوزيت سيكشن ده. طب لو انا عندي الكوبري ده الزبان بتاعه كبير او عرضه اكبر من كده، يبقى انا عايز اختار سيستم تاني. قبل ما اتنقل للسيستم التاني، بص هنا خلي بالك هنا في ايه، ده الفلور ليفل منسوب الطريق، وبعد كده انت بتعدي مجرى مائي، فلازم تكون عارف الهاي ووتر ليفل منسوب اعلى منسوب للميه. المسافه من اعلى منسوب للميه لاوطى نقطه في الكوبري دي بنسميها الكليرنس. الكليرنس ده سيادتك لازم تحترمه. يبقى لما اجي اعمل كوبري، هعمل كوبري على مجرى مائي على مصرف او على ترعه او كده، بروح للجهه المختصه المسؤوله عن الملاحه في المجرى المائي ده، ترعه او نهر النيل او 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 نهر او 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 مصرف او زي ما يكون، بقول لهم انا هعمل كوبري في الحته الفلانيه، فبيقولوا لي اعمل الكوبري بتاعك بس الكليرنس ده لا يقل عن رقم 2 متر 3 متر 10 متر زي ما يكون. فانت وانت بتختار الابعاد بتاعت الكوبري لازم تحترم الكليرنس ده، ما تقلش عنه. لو انا بعمل تقاطع طريقين، ده طريق فوق وطريق تحت، يبقى الكليرنس من منسوب الطريق اللي تحت لأوطى نقطة في الطريق اللي فوق أو في الكوبري اللي فوق ما تقلش عن 5 متر ونص. يبقى في 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 في, في تقاطعات الطرق لما يبقى في طريق علوي وطريق ماشي تحتيه عربيات ماشية تحتيه، يبقى الكليرنس المفروض ما يقلش عن 5 متر ونص. طبعا ممكن تلاقي الكلام ده مش متحقق في حتت كتيرة حاجات قديمة، إنما الكود الجديد بيحزمنا بال 5 متر ونص دي في كباري الطرق. لو احنا عايزين نزود عرض الكوبري، فانا ممكن قلت لك ان في مشكله هيبقى عندي في البلاطه، فانا ممكن اضيف للكوبري ده كروس جيردر، هيبقى شكل الكوبري عامل كده. ده شكل الكوبري انا، ديت من جيردر ودي من جيردر، حطيت انا هنا كروس جيردر كمر عرضي. لو بصيت في البلان هتلاقي كان دي المين جيردر ودي المين جيردر، حطيت هنا كروس جيردرز كمر عرضي، بحطه على تقسيط في حدود من 3 ل 5 متر، المسافة من هنا لغاية هنا في حدود من 3 ل 5 متر تقسيط الكروس جيردر. وشكلها في القطاع أو في القطاع الإليفيجن أدي كروس جيردر، الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. وبعد كده البلاطة الخرسانة. ده خلى لي إيه؟ وجود الكروس جيردر عمل إيه؟ خلى البلاطة الخرسانة هنا بدل ما كانت وان واي سلاب بس بتشال على المين جيردرز وبحرها، لو عرض مثلا الطريق ده افرض عرض الطريق من هنا لهنا 7 متر، من هنا لهنا كان 7 متر، يبقى ديت هتبقى البلاطه وان واي سلاب بحرها 7 متر. لما انا جيت حطيت كروس جيردر كل 3 متر بقت البلاطه ديت، هيبقى المسافه ديت 3 متر في 7، بقت وان واي سلاب في الاتجاه الثاني، بقت بدل ما بحر
بدل ما الاسمنت بتاع السلاب الار سي سلاب 7 متر بقى الاسمنت بتاعها 3 متر. طبعا ده هيقلل في سمك البلاطه، لما قلل سمك البلاطه يبقى انت قللت برضو الاحمال اللي موجوده على الكوبري بصفه عامه، يبقى ده حل اقتصادي. طبعا انا اختيار السيستم بتاع الكوبري انا دلوقتي بشرح لك السيستمز المختلفه ايه، وفي الاخر احنا بنختار الحاجه الانسب للدايمنشنز اللي عندك والظروف اللي عندك. هنا الكروس جردر ديت كاميرا بناخدها كاميرا بسيطه سيمبل بيمز، راكزه هنا وراكزه هنا، يبقى الاثبات بتاع الكروس جردر هو تقسيط المين جردر، يعني من هنا لهنا ده الاسبان بتاع المين جردر، ومن هنا لهنا هو ده الاسبان بتاع الكروس جردر، والمسافه من ديت من هنا لهنا ده تقسيط الكروس جردر. يبقى انا في عندي ديت ايه، ده البلان وده شكل القطاع بعد ما ضفت ايه، وضفت الكروس جردر للايه، للبريدج اللي عندي. الدبس بتاع الكروس جردر بناخده قد ايه؟ بناخده تقريبا بيساوي الاسبان بتاع الكروس جردر على 12 ل 14. يبقى انا كنت بقول الدبس بتاع المين جردر بحر المين جردر على من 15 ل 20، هنا بقول الدبس بتاع الكروس جردر بيساوي بحر الكروس جردر على من 12 لايه؟ ل 12 ل 14. ده شكل ايه؟ شكل للكوبري. ممكن اجي هنا لنفس الكوبري اللي فات ده اضيف له قمر ثانوي طولي بنسميه سترينجر. يبقى انا نفس البلان اللي فات بس ضفت قمر ثانوي في الاتجاه الطولي، قمر ثانوي صغير اهو كده هنا شويه شكله كده في قطاع، ده اللي هو السترينجر، وشكله كده اللي هو اللي عامل الرسمه انا باللون الاخضر ده، ده اللي هو الايه اللي هو السترينجر. السترينجر ديت بناخد تقسيطها في حدود ال 2 متر، 2 متر ونص، 2 متر تقسيطها. بحرها بيبقى هو المسافه بين الكروس جردر والايه؟ والكروس جردر، ده الاسبان بتاع الايه؟ بتاع الاسبان بتاع السترينجر. السترينجر بناخدها سيمبل بيمز، يبقى بحرها اللي هو هيبقى قد ايه؟ لو انت بتقول تقسيط الكروس جردر في رينج من 3 ل 5 متر، يبقى الاسبان بتاع السترينجر في حدود من 3 ل 5 متر، تقسيط السترينجر بيبقى في حدود المسافه اللي هي 2 متر. هنا بقى البلاطه انت قللتها خالص، لان البلاطه هنا في الحاله دي هتبقى دي الباكيه بتاعتها. يبقى لما تيجي تصمم البلاطه هتشوف بقى المسافه ديت قد ايه، مثلا ديت 5 متر والمسافه دي 2 متر، بقت البلاطه كانها وان وي سلاب الاسمنت بتاعها 2 متر، فهتبقى غالبا هي المينيمم سيكنس ليها مثلا 20 سم او 25 سم زي ما يكون. يبقى انا هنا في الحاله دي انا في الكورس بتاعنا مش بنعمل ديزاين للبلاطه بس، واحنا بنختار المنشأ اللي عندي براعي ان انا بعمل كوبري ستيل يفضل ان الاوزان تكون قليله، فانا بعمل سيستم بحيث بقدر الامكان السكنس بتاع الار سي سلاب ما يبقاش كبير عشان ما يتقلش الايه؟ ما يتقلش الاحمال ويبقى عبء على الايه؟ على الكوبري. ممكن يبقى الكوبري اللي فات ده احنا كنا حاطين 2 مين جردر بس، وقعدنا نحطه ممكن يبقى 2 مين جردر معاهم كروس جردر و2 مين جردر معاهم كروس جردر وسترينجر، وممكن يبقى الكوبري عباره عن مالتي مين جردرز، مش 2 مين جردر بس، كذا مين جردر 3 4 5 10 20 مين جردر جنب بعض. يبقى الكوبري انا برص كمر رئيسي جنب بعضه على مسافات في حدود ب 2.5 ل 3.5 متر، او ممكن ب 2 مثلا ل 4 متر، كمر رئيسي جنب بعضه بعرض الكوبري كله بس، مفيش حاجة. عايز تحط كروس جردر هنا اهلا وسهلا، مش عايز تحط ما تحطش. وده اكتر الكباري شيوعا، يعني اكتر حاجة مستخدمة هو الشكل ده اللي هو بيبقى مالتي مين جردرز. ده يعني صورة لي لكوبري اثناء التنفيذ، ديت اللي هي الكمر الرئيسي قبل لسه ما يصب الخرسانة ويشتغل ويكمل شغل. فده اللي هو الايه، الاسبان، دي ركيزة ودي ركيزة، ده الكوبري. وده البلان بتاعي، دي من جردر ودي من جردر تانية ودي من جردر تالتة، كذا من جردر وصبوا فوقهم البلاطة الخرسانة. السيستم ده سيستم سهل ومناسب وأكثرهم شيوعا، أكثر أنواع يعني يمكن أكثر انتشارا من الكوبري الإيه؟ الكوبري اللي فات. بس هقول لك برضو شوية، كمان شوية هقول لك إن ده في حالات ما بينفعش فيها اللي هو السيستم اللي هو المالتي من جردرز دي. هنقسم الكوبري تقسيمه تانية من حيث البوزيشن بتاع مكان الفلور بالنسبة للمين جردر. لو بصيت للكوبري ده
هتلاقي ان الفلور هنا اللي هو الكروس جيردر والسترينجر او الفلور نفسه جاي متلاقي مع المين جيردر في التوب بتاعها. ده اللي انا شرحته من شويه. لو بصيت هنا على الكوبري ده في القطاع اللي هو القطاع الطولي بتاعه، ده منسوب الفلور، ده الفلور ليفل، وده الهاي ووتر ليفل. المسافه من هنا لهنا هي الكليرنس، ده اللي هو الاتش كليرنس. تقدر تحسبه انا وانا بعمل كوبري، يبقى الفلور ليفل معروف، منسوب الطريق اللي داخل على الكوبري معروف، اللي هو هيبقى منسوب الاسفلت اللي هنا، وعندي منسوب الهاي ووتر ليفل معروف، وعندي كليرنس لازم احترمه، يعني مثلا كليرنس 2 متر، يبقى انت لما تيجي تعمل الكوبري ده لازم المسافه دي لا تقل عن 2 متر. فانا ببدا اعمل ايه؟ اقول والله انا عندي الفلور ليفل اطرحه من الهاي ووتر ليفل، جبت المسافه دي كلها من هنا، عرفت المسافه كلها من هنا لغايه هنا. طب المسافه دي تتعرف ولا لا؟ من هنا لغايه هنا دي هي المسافه دي كده نقدر نحسبها؟ اه نقدر نحسبها. ده عباره عن ايه؟ عباره عن اسفلت، هنفترض ان هو مثلا سمكه 15 سم، وبعد كده بلاطه خرسانه هنفترض ان سمكها 20 سم، وبعد كده في مين جردر هنشوف دبسها قد ايه. او ممكن زي ما قلت لك انا بفترض ان سمك البلاطه مع البلاطه مع المين جردر بيساوي الزبد بتاع المين جردر على من 12 على من 15 ل 20، يبقى عرفت الايه الدبس ده. يبقى انا لو شلت من الفلور ليفل، شلت منه طرحته من الهاي ووتر ليفل، جبت الارتفاع كله، هشيل منه 15 سنتي هشيل منه 15 سنتي اللي هي الـ الاسفلت، واشيل منه السبان بتاع المين جردر على 15، طلعت الكليرنس. الكليرنس حقق الرقم المطلوب، يبقى اوكي. يعني مثلا انا محتاج كليرنس 2 متر والمسافه دي طلعت 2 متر ونص، يبقى ده كويس. محتاج كليرنس 2 متر ودي 3 متر، ده كويس. محتاج كليرنس 2 متر والمسافه دي متر ونص، لا مش هينفع، يبقى الكليرنس ده قليل مش هينفع. طب تعمل ايه؟ عايز ترفع الكوبري لفوق عشان تحقق الكليرنس، ترفع الكوبري لفوق، يبقى تغير الفلور ليفل. الفلور ليفل بدل ما تسيب الطريق اعليه، اعمل رامب قبل ما اخش على الكوبري، اعمل رامب واعلي الكوبري كله. بس في الحاله دي لازم تتاكد ان الطرق حواليك تسمح بانك تعمل رامب، انما ممكن الطرق اللي حواليك ديت والمنطقه ما تسمحش انك تعمل رامب، انك انت تيجي هنا عند قبل ما تخش على الكوبري تعمل مطلع، ممكن ينفع وممكن ما ينفعش. لو ينفع خلاص هتعمل، طب لو ما ينفعش وده اللي انا هفرضه دلوقتي، يبقى في عندي مشكله هنا عايز احلها. هبص للشكل ده كده هنا، انا هنا عندي ايه اللي عمل لي ايه اللي كان بيقلل الكليرنس هنا؟ ايه اكتر حته في الكوبري كانت نازله مضايقه؟ هي المين جيردر. فانا عايز ارفع المين جيردر. طب هل ممكن تخلي منسوب الفلور زي ما هو، منسوب الطريق زي ما هو، ومنسوب الكروس جيردر والسترينجر زي ما هم، وتعلي بس المين جيردر؟ اه ينفع، هيبقى شكل الكوبري عامل كده. بص شوف الشكل ده، قارن بين الشكل ده والشكل اللي فوق هنا. هنا انا في الحالين الفلور ليفل زي ما هو، مكان البلاطه الخرسانه او الكروس جيردر والسترينجر زي ما هم، انما علاقه بقى المين جيردر، رفعت هنا المين جيردر شويه، انا رفعت المين جيردر، بقت الكروس جيردر جايه مع المين جيردر مش في التوب بتاعها، لا جايه في نصها او في اي مكان فيها. يبقى انا مثلا لو انا معجز معايا الكليرنس نص متر، فانا ممكن ارفع شويه المين جيردر هنا، يبقى ده الهاي ووتر ليفل، ده الكليرنس، ده الهاي ووتر ليفل، ده الكليرنس. كانت المين جيردر ديت مضايقاني نازله مقلله الكليرنس ده، هرفع المين جيردر شويه. طبعا لما ترفع المين جيردر شويه يبقى الرصيف ده يخش جوه وتزود عرض الكوبري شويه، هيبقى شكل الكوبري عامل كده. وبعد كده ايه؟ يبقى ده الكليرنس هنا زاد. طب هل ممكن، طب افرض ده مش مكفي كمان، هل ممكن ترفع شويه المين جيردر كمان شويه عن كده؟ اه ممكن ارفع المين جيردر شويه كمان، لو مش شويه دولت من هنا لهنا كده الحته ديت كده، يبقى شكل الكوبري عامل ازاي؟ هوريك بقى السلايد الجايه. يبقى شكل الكوبري عامل كده. يبقى ده منسوب الفوتو الهاي ووتر ليفل، رفعت الايه؟ رفعت الكوبري بقى شكله عامل كده. يبقى ده الايه؟ شكل القطاع الفلور زي ما هو، ورفعت الكوبري ده بنسميه بوني بريدج. اللي هو بتلاقي الكروز الفلور اللي عندي متصل مع المين جيردر في البوتوم بتاعها. وممكن لو ارتفاع المين جيردر كبير يبقى شكل الكوبري عامل كده.
لو ارتفاع الكوبري بقى اكتر من 5 متر ونص، ده انت ممكن تقفل بقى من فوق، بنسمي ده ثرو بريدج، يبقى شكل الكوبري عامل كده. يبقى انا بالنسبه لي ممكن يبقى شكل الكوبري كده، الفلور جاي مع المين جيردر في التوب بتاعها، ده بنسميه ديك بريدج. ممكن يبقى شكل الكوبري علاقه الكروز الفلور بتاعي او الكروز جيردر والفلور بالمين جيردر، ده بنسميه سيمي ديكسم ثرو، وده بنسميه بوني بريدج. اهم الافضل فيهم ككليرنس، الكوبري اللي بيديلك كليرنس عالي هو ده، ده اللي بيديلك كليرنس تحتيه افضل حاجه فيهم، بس ده ارخصهم واكثرهم ستابيليتي. ليه؟ لان الكوبري ده تقدر تعمل له بريسنج زي ما انت عايز، الكومبريشن فلانج بتاعته بتاعت المين جيردر ممسوكه بالبلاط الخرسانه، وتقدر تعمل هنا هوريزونتال بريسنج تحت، وتقدر تعمل فيرتيكال بريسنج في الكوبري، وبالتالي كستابيلتي وكتكلفه واوزان للكوبري ده، ده افضل حاجه. الكوبري ده وان كان مديني اكبر كليرنس تحتيه، ولكن في عندي فيه مشكله. ايه هي المشكله؟ ان الكومبريشن فلانج المين جيردر ديت الكومبريشن فلانج بتاعتها انبريزد، مش ممسوكه، مفيش حاجه ماسكاها، وبالتالي لازم انت هتكبرها شويه وتعمل حاجه اسمها يو فريم او بورتال فريم عشان تقدر تخلي المين جيردر تبقى ستيبل، يبقى ومش هتقدر طبعا تعمل بريسنج يربط الكاميرا دي بالكاميرا ديت، ولا تقدر تعمل فيرتيكال بريسنج هنا، ولا تعرف تعمل حاجه. يبقى هنا وزن الكوبري ده طبعا في النهايه انت هتعمل له ديزاين مظبوط ويبقى ستيبل ويبقى سيف ويبقى كل حاجه، بس هتلاقي وزن الحديد اللي فيه اتقل من لو عملت الايه الكوبري ده. يبقى ده الافضل، ده يعني افضل شويه منه ده، او اللي هو الايه اللي هو من مش هنقول اسوأهم يعني، انما ده حل محتاج شويه تحفظات عليه عشان يبقى ستيبل ويبقى سيف وكل حاجه. هتلاقي اغلب الكباري اللي موجود على المجال المائيه الكبيره زي نهر النيل مثلا، هتلاقيها من النوعيه ديت عشان بتبقى محتاج كليرنس كبير يعني. انما في كباري الطرق لو انت بتقدر انك انت تعمل تغير في منسوب الطريق في الفلور ليفل، وتعمل رامبات وتعمل كلام من ده، فانت خلاص طالما هتعمل الكلام ده يبقى انت ممكن تلجأ لايه؟ للكوبري اللي بالشكل ده اللي هو الديك بريدج. بدا تقسيمه الكباري من حيث الايه الكلير هايت، ازاي تحقق كلير هايت، او علاقه الفلور مع الايه التوب بتاع المين جيردر. هنتنقل بعد كده للكباري السكه الحديد. احنا كنا بنتكلم عن كباري الطرق. كباري السكه الحديد، قبل ما اتكلم عن كباري السكه الحديد هشوف ابعاد القطر اللي انا باخدها معايا في الاعتبار. كباري السكه الحديد ممكن تبقى سنجل تراك، يعني ده كوبري، ده كوبري اهوت كده سنجل تراك يعني يمشي عليه قطر واحد، وده كوبري دبل تراك يمشي عليه قطرين. طيب القطر اللي عندي تعال نشوف ابعاده ايه هي. ده ابعاد لو هو سنجل تراك، دي الابعاد اللي عندي. المسافه بين الريل والريل بين القضيب والقضيب متر ونص. الارتفاع الكلي هقعد 5 متر ونص، والعرض الكلي هقعد 4 متر 60. الابعاد دي مش ابعاد عربيه القطر، دي الابعاد اللي انت ممكن تعمل بعديها انشاءات. يعني ايه؟ يعني عربيه القطر مثلا سي 2 متر ونص مثلا عرضها، بس انت ما تنفعش انك انت تعمل كوبري يبقى هنا في جنب وهنا في جنب على قد العربيه بالظبط، لازم بتسيب خلوص يمين وشمال وفوق. الخلوص ده اللي هو الابعاد اللي احنا مرسومها لك ديت قدامك، اللي هي عرض 4 متر 60 وارتفاع كلي 5 متر وايه 5 متر ونص، والمسافه بين القضيبين كام؟ متر ونص. طب لو الكوبري دبل تراك يبقى في قطرين جنب بعض، فبتبقى المسافه ديت 8 متر 10 والارتفاع كله كام؟ 5 متر ونص، والمسافه بين القضيبين دولت متر ونص، والمسافه بين القضيب ده والقضيب ده 2 متر، والمسافه ديت متر ونص. يبقى ده سنجل تراك وده الدبل تراك. تعال نشوف كوبري سكه حديد في ابسط صوره. كوبري سكه حديد في ابسط صوره هحط فلانكات وقضبان، والمسافه بين القضيبين متر ونص. هاجي على الفلانكات ده احط تحتها سترينجر وسترينجر، وبعد كده في كروس جيردر، ودي مين جيردر ودي مين جيردر. يبقى ده كوبري سكه حديد في ابسط صوره. المسافه بين القضيب والقضيب بتبقى متر ونص، فبتحط هنا سترينجر وسترينجر،
بتبقى المسافة بينهم في حدود من متر 70 لمتر 80، ودي الفلانكات. وبعد كده بتحط كروس جردر على مسافات في حدود من 3 ل 5 متر، وبعد كده دي من جردر ودي من جردر. الكوبري ده بنسميه اوبن تمبر فلور، اوبن تمبر فلور. الكوبري ده مفيش مشاة يقدروا يمشوا عليه، القطر هو ماشي، مفيش اي هنا فلور، هنا مفيش خرسانه، مفيش اي حاجه، كوبري مخصص فقط للقطر ومفيش مشاة يقدر يمشي عليه، ومش مفضل ان يكون في حد بيمش تحتيه، يعني ده ما يبقاش، ده ممكن نعمله كوبري سكه حديد في حته جنبها كوبري مشاة او كوبري عربيات، وده مخصص للسك الحديد على مجرى مائي. ليه الكلام ده؟ لان انت لو الكوبري ده عباره عن كوبري تقاطع طريقين، وفي طريق معدي من تحتيه، وفي عربيات وناس ماشيه من تحت الكوبري ده، فده خطر، يعني ان يبقى في قطر ماشي فوق كده وانت شايف، وانت ماشي تحت الكوبري ده لو بصيت لفوق هتبقى شايف العجل بتاع القطر والبطن بتاعت القطر، فده خطر جدا ان اي حاجه ممكن تقع من القطر او كده تنزل ايه؟ تنزل على الناس اللي تحت، فده مش مفضل. بس طبعا ده مش مفضل استخدامه داخل المدن، انما ممكن تستعمله على مجاري مائيه صغيره او حاجه، ويكون جنبك كوبري تاني، لان طبعا لو في حد مشاه حب يمشي على الكوبري ده هيضطر يمشي على الفلانكات، ولو قطر جه طبعا هيضطر ينط في الميه يعني، فطبعا ده خطر جدا استخدامه داخل ايه؟ داخل منشأ، ده داخل المدن، او ان هو يكون مفيش جنبه كوبري مشاه او كوبري طرق تاني جنبه. ده بس ده كوبري بقى مستو انه كوبري بسيط جدا، وزنه خفيف جدا، هيبقى العرض بتاع الكوبري ده هاخده من 3 ل 5 متر عرض الايه؟ عرض الكوبري. هنا القطر بقى مش مهم القطر يبقى طالع بارز بره الكوبري ده ولا لا، ولا مش بارز، مش هتفرق في حاجه معايا. الدبس بتاع المين جردر هنا بناخدوه بالنسبه على 10 او على 12، الدبس بتاع المين جردر هنا مفيش بقى بلاطه خرسانه، فالدبس بتاع المين جردر، الدبس بتاع المين جردر هيبقى الاسبان بتاع المين جردر على 10، الدبس بتاع الكروس جردر هيبقى الاسبان بتاع الكروس جردر على 7 او 8. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ هنا السترنج انا حاططها فوق الكروس جردر، هنا السترنجر جايه في نفس مستوى الكروس جردر، هي هيها. يمكن ديت وصلتها هتبقى اسهل، انما هنا الوصله هتبقى اقل، اصعب شويه، سنه صغيره يعني في الكونكشنز، بس ده وفر لي في ارتفاع الكوبري كله لما نزلت الكروس جيردر السترنجر في نفس مستوى الايه؟ في نفس مستوى الكروس جيردر. ده الكوبري السنجل تراك، ده الكوبري الدبل تراك. الدبل تراك هيبقى هنا فيه مسافه من هنا من السترنجر دول السترنجر ديت متر 70، المسافه من السترنجر دول السترنجر دي متر 80، والمسافه دي متر 70، وده متر ونص، ودي بتبقى 2 متر المسافه بين القضبان وبعضها، ودي متر ونص. الاسبان العرض بتاع الكوبري ده بيكون في حدود 7 متر، ودي من جردر الدبس بتاعها بيساوي الاسبان على 10 تقريبا، والكروس جردر الدبس بتاعها بيساوي الاسبان على من 7 ل 8. يبقى ده كوبري اوبن تمبر فلور، كوبري ما فيش فيه مشاة بيستخدموه، ما فيش غير الفلنكات والقضبان والقطر بس هو الايه؟ هو اللي ماشي عندي. ده النوع الثاني من كباري سكه الحديد اللي هو البلاستد فلور. بلاستد فلور ان انا ممكن اعمل بقى بلاطه خرسانه الاول فوق سيستم الكاميرات، وبعد البلاطه الخرسانه بحط فوقها قطاع زلط سمكه نص متر، واحط فيه الفلنكات والقضبان، سواء هنا سنجل تراك او ايه؟ او دبل تراك. يبقى ده اللي هو بلاستد فلور. هنا بقى البلاستد فلور لازم سيادتك تبقى سايب مكان هنا لمشاه، يعني لازم عرض الكوبري ده يبقى كبير 7 متر مثلا على الاقل، لان احنا القطر قلنا عرضه 4 متر 60، فعلى الاقل تكون سايب اكتر من متر يمين ومتر شمال على الاقل، عشان لو في ناس ماشيين على الكوبري والقطر موجود طبعا ايه، ولازم يبقى هنا في هاندريل وهاندريل، يبقى ده شكل الايه؟ شكل الكوبري. لو الكوبري دبل تراك احنا قلنا المسافه بين القطرين او كده هتبقى في حدود 8 متر، فلازم برضو تسيب على الاقل متر متر ومتر، يبقى انت بتتكلم في ان عرض الكوبري ما يقلش عن 11 متر لو هو دبل تراك، عشان تبقى بتسيب مسافه للمشاه ان هم يقدروا يستخدموا الايه؟ يقدروا يستخدموا الكوبري. ده اللي هو الايه؟ الكوبري الريلواي البلاستيك فلور.
اللي فات ده كنت بتكلم عن كباري، المين جردر بتاعتها عباره عن بليد جردر عاديه، ابر فلانج وويب ولور فلانج. ممكن تبقى المين جردر لو الزبان كبير تبقى عباره عن ترس بشكل الكوبري عامل كده. دي المين جردر اهي هنا، ده مين جردر ترس، وده مين جردر ترس، ودي الكروس جردر، ادي الكروس جردر اهي كده هنا. يبقى لو الكوبري الزبان كبير هعمله هيبقى تراس بريدج. التراس بريدج مكون من ابر كورد ولور كورد وفيرتيكال ودياجونالز. يفرق ايه عن التراس اللي احنا درسناه في الترم اللي فات في الـ في الـ في, الـ في الكورس اللي فات؟ كنا بنتكلم عن تراسز خفيفه شايله احمال بسيطه، هنا التراسز شايله احمال كبيره، شايله عربيات او شايله قطر او كده، وبالتالي القطاعات هتبقى ضخمه. قطاع الممبرز بتاع التراس ممكن يبقى بوك سكشن، ممكن يبقى اتش اي 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 بي اي، وبيبقى الكونكشن الواحده مش فيها جاس بلين، بيبقى دبل جاس بلين دبل وور تراس. فالتصميم بتاعه الاساسيات واحده اللي احنا خدناها قبل كده، انما طبعا هنا اولا انت لما بتيجي تجيب الفورسز في الممبرز بقى هتجيبها بالانفلانس لاين لان عندك احمال متحركه. بعد كده القطاعات بتاعتك بتبقى قطاعات كبيره ضخمه، ازاي نعمل لها ديزاين وازاي نعمل الوصلات بتاعتها والكلام ده هنبدا ندرسه بالتفصيل. ممكن نفس الكلام الكروس جردر تبقى جايه للتراس هنا في التوب بتاعه، وممكن تبقى الكروس جردر جايه كده هنا او الفلور نفسه متوصل مع المين جردر في نصه كده هنا او في جزء منه، وممكن تبقى شكلها عامل كده اللي هو بودي بريدج او سرو بريدج. اذا كان الارتفاع ده كبير اكبر من 5 متر ونص فاقدر اعمل هوريزونتال بريسنج فوق هنا كده، انما لو الارتفاع ده صغير ما اقدرش اعمل هوريزونتال بريسنج، وطبعا في كلا الحالات ما اقدرش اعمل فيرتيكال بريسنج. يبقى ده تراس بريدج سواء ديك بريدج او سيمي ديكس مسروق او بوني بريدج. لو التراس الزبان بتاعه كبير، احنا قلنا المسافات بين الكروس جردر وبعضها في رينج من 3 ل 5 متر، قول من 3 ل 6 متر. طب افرض ان انت عايز تحط هنا كروس جردر داخليه كمان زياده، انا عايز احط هنا كروس جردر واحط هنا كروس جردر واحط هنا كروس جردر، في الحاله دي ممكن تعمل سب ديفايد تراس، او ممكن تحط كروس جردر بس الممبرز بتاع التراس هيبقى عليها بيننج مومنت. طبعا هناخد الكلام ده بالتفصيل بعد كده. لو التراس الزبان بتاعه كبير نيجي هنا، ممكن طبعا شكل التراس اختلف شويه عن اللي فات، يعني هنا بدا ممكن الفيرتيكال ممبر ده يتشال يبقى شكل التراس عامل كده. هنا قلت لك ان ممكن نعمل سب ديفايد التراس اذا كان الدبس بتاع التراس ده كبير. مثلا على فرض الزبان 60 متر وانت عامل ارتفاع التراس ده 6 متر، يبقى المسافات من هنا لهنا 6 متر من الفيرتيكال والفيرتيكال. طب افرض انت عايز تخلي في كروس جردر كل 3 متر، يبقى ممكن احط كروس جردر هنا بس اللور كورد في الحاله دي هيبقى عليه حمل مركز، يبقى عليه نورمال فورس ومومنت، او ممكن اعمل سب ديفايد تراس. ده شكل التراس. ممكن يبقى الكوبري المين جردر بتاعته عباره عن تراس على شكل حرف كي، ده لو الارتفاع بتاعها لو الارتفاع بتاعها كبير. جزء من الكورس بتاعنا السنه دي هيبقى متكلم فيها عن التراس بريدج بالتفصيل، احنا النهارده بس بناخد فكره عامه عن شكل الكباري ايه هي، وبعد كده بعد ما بناخد شكل الكباري ايه هي بنبدا نتكلم عن ازاي اعمل بريسنج سيستم للكوبري، وبعد ما بعمل بريسنج سيستم للكوبري هاخد ازاي اعمل احط الاحمال على الكوبري سواء احمال عربيات بتاعت كوبري طرق او احمال قطره لو كوبري سكه حديد، وبعد كده باخد ازاي ادرس الفتيل، وبعد كده باخد تصميم الكوبري المين جردر اللي هي البلت اب سكشن او الكومبوزيت، وبعد كده بناخد تصميم الحاجات اللي هي متعلقه بتصميم البلت اب سكشن زي تصميم الاستيفنرز تصميم السبلايسز تصميم الوصلات بتاعته، وبعد كده بتنقل للكوبري لما يبقى بتراس بريدج ازاي اجيب الفورسز في الممبرز بتاعته بالانفلانس لاين، ازاي اعمل ديزاين بقى للممبرز بتاعته، وازاي اعمل الكونكشنز بتاعته. يبقى انا اخدت ازاي اعمل تصميم لايه لكوبري. ده اللي هو هيبقى ملخص للكلام اللي احنا هناخدوه في الكورس ده. في المين جردر ممكن تبقى واخده على شكل قرش، دي شكل المين جردر. القرش ده ممكن يبقى بليد جردر عادي او بوكس سكشن او تراس، وده الفلور. هنا في حاله القرش ديت بيبقى ده الفلور اللي عندي، فببدا اعمل شدادات
تشيل الفلور ده وتودي الاحمال بتاعتها للايه؟ للارش. فالارش ده والارش ده في النهايه راكز هنا وراكز هنا. الارش اكشن ده بيقلل لي طبعا بنستخدم سيستم اللي هو الارش ده في الاسبانز الكبيره افضل من اللي هو السيستم العادي اللي عندنا. ممكن طبعا الارش بريدج ده ممكن يبقى كوبري برضه، سكه حديد او طرق او مشاة او زي ما يكون. وممكن يبقى هنا الفلور موجود كده ومتشال بشدادات على الارش نفسه. ممكن يبقى الفلور هو اللي فوق، شوف الكوبري ده كده الفلور هنا فوق ومتشال على ضوابط ديت كومبريشن ممبرز بقى عمدان او كده، وده شكل الارش اللي عندي او دي المين جردر اللي موجوده. والمين جردر ديت طالع منها اللي هي الاعمده، والاعمده ديت او الضوابط، وديت هنا ايه اللي شايل الفلور. هنا ده الارش نازل منه شدادات شايله الفلور، ده الفرق بين ده وده. ده شكل برضو ارش تاني اهوت، وده شكل ايه كوبري ارش تاني. احنا الارش مش هيبقى في مجال بتاع الدراسه بتاعتنا، بس احنا بناخد ايه بديكم فكره النهارده عن ان انت ممكن تشوف كوبري شكله عامل كده. ممكن الناس اللي معاها مشروع ستيل ممكن تشتغل على الايه الارش بريدج. ده سسبنشن بريدج، كوب الكباري اللي هي المعلقه، بيبقى فيه تاور كبير كده مثلا وتاور كبير تاني، وفي كابل ضخم هنا كده اللي هو الكابل الرئيسي اللي عندي ده، ونازل منه هانجر شدادات شايله الايه شايله الفلور اللي عندي. يبقى الفلور متشال على شدادات، وبعد كده الشدادات دي شايله على الوايرز ديت الكيبلز ديت، والكيبلز ديت متشاله على التاورز ديت، والتاورز ديت ثابته في الايه ثابته في الارض. ده اللي هو السسبنشن بريدج. في نوع تاني من الكباري اللي هو الكيبل ستيت بريدج، بيبقى عندي برضو اللي هي تاور، التاور ديت نازل منها كيبلز، الكيبلز دي هي اللي شايله الفلور اللي عندي، السيستم الفلور اللي موجود عندنا كده. احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا النهارده اللي هي انترودكشن للايه للستيل بريدجز. المحاضره الجايه هنتكلم فيها عن البريسنج سيستم للكباري.